أقول يما حصة. حصة؟ أول مرة تناديني حصة. اللوحة اللي على باب مكتبك إيش مكتوب عليها؟ مكتوب حصة ناصر، يعني أنت اسمك حصة بس أنا اللي سميتك العنود. والله للحين مو قادرة أتعود على الاسم هذا، خلاص تعايشت مع العنود. معليش يا يما، سمعيني أنا خلاص قررت أسافر وما أبيك تناقشيني ولا توقفيني، وخليني أكمل كلامي. بيت ناصر ناس طيبين وقفوا معايا وتحملوني وتحملوا كثير، وأنا بعد تحملت بس كله عشان أكون جنبك، بس جاء الوقت اللي أرجع ديرتي. وشلون تقدرين تعيشين حياتك بدوني؟ الله يعلم بإيش أنا قاعدة أحس وشلون دايس على قلبي، بس علشانك. لكن يا يما هالناس فقدوكي ولازم أنا ما أصير أنانية لهذه الدرجة. ليش كل أحد فيكم صار يفكر بنفسه بس؟ لا يما هالكلام ما ينقال لي أنا، وانت فاهمة ايش أقصد. يعني إذا سافرتي بتكونين مرتاحة؟ بكون مرتاحة. ألو هلا عمي، شلونك؟ عمي أنت موجود بالبيت؟ إيه والله بغيتك بشغلة ضرورية. خلاص تمام أبدل وانزل لك. أوكي مع السلامة. ها عمي ايش رايك؟ والله يا هيوب تبين الصراحة أنا أشوف فرصة وما تتعوض، بس أنت مستعدة لهالشيء؟ يعني خصوصاً أن ولدي توه متوفى.